الحقيقة الإنسان إذا تأمل يرى أن ما عدا الله عز وجل يقود إلى الإيمان بالله. شلون؟ خلي أوضح لك، أعطيك رأي أحد العلماء. هذا أكو عالم بالفسيولوجي، هذا هو كان في جامعة نورث وسترن على ما أتخطر، اسمه إيفين، هذا من العلماء اللي يعتبرون من النمط العالي. هذا الرجل عنده فصل في وظائف الأعضاء، ينقل عنا صاحب كتاب الله يتجلى في عصر العلم، زين، ينقل نظريته. ملخص النظرية شنو؟ خل أوضح لك إياها. ملخص النظرية يقول وجود الخياشيم عند السمك دليل على سبق وجود الماء. شلون يعني؟ يعني هاي الموجود اللي يتنفس من عنده، تنفس من السمكة خياشيمها، يقول هاي الخياشيم عند السمك تدل على أسبقية وجود الماء، يعني أن الله عز وجل خلقها وكيفها لأنها هي راح تعيش بالماء، فهيأها لأن تعيش بالماء وتتنفس بخياشيمها. طيب بعد يقول ووجود الأجنحة للطير والرئة للإنسان دليل على أسبقية الهواء. إذا نتأمل نشوف ليش الله عز وجل أعطى الإنسان رئة وليش أعطى الجناح للطير حتى الطير يطير وحتى الإنسان يتنفس، هذا دليل على شبق الهواء، أن الهواء موجود، وإلا ما يصير الله يخلق له رئة وماكو هواء يتنفس به، ولا يخلق له جناح وماكو هواء يطير عليه. اثنين، ووجود العين الباصرة دليل على أسبقية الضوء، يقول هاي العين لما الله عز وجل وضع بها بصر معناه الضوء سبقها، أكو ضوء حتى تشوف العين، لأنه لولا وجود الضوء الله عز وجل مشان شنو يخلق العين؟ خلقها حتى ترى الضوء. بعد جملة أفرض من الأشياء، ها يقول وجود، يعني أهمها وجود الحياة عند الإنسان دليل على شبق الطبيعة التي تؤلف بمجموعها البيئة الصالحة للحياة. يعني الله عز وجل عندما خلق الإنسان وانطى حياة، هاي الحياة ما تستقيم إلا بالماء، ما تستقيم إلا بالهواء، ما تستقيم إلا بالتربة، إلا بالغذاء، فيظهر أن البيئة الله عز وجل خلقها قبل أن يخلق الإنسان، زين، ولذلك خلى أطل الإنسان حياة، لأن هاي الحياة إذا ما إلها شيء تعيش به من أي شيء، من أجل أي شيء الله يخلقها. هذن كلهن يدلن على شبق شيء. يقول أفلا يدل هذا الكون بأجمعه على شبق شيء، على شبق قوة عاقلة؟ تلك القوة العاقلة هي الله. تملاحظ؟ ها؟ يقول كل ما عدا الله عز وجل هو آية من الآيات ترشد إليه، تدل عليه. ترى هاي نفس استدلال علمائنا ونفس استدلال الإمام الصادق سلام الله عليه، والهاي هالطريقة يستدلون بها أيضا على وجود الحشر. سأقرب لك المعنى. الإمام الصادق سلام الله عليه طبع عليه واحد قال له يا ابن رسول الله أنا كيف أهتدي إلى وجود الله؟ قال له أنا الآن أقرب لك المعنى. قال بلى. قال له هل ركبت البحر قط؟ يوم من الأيام أنت ركبت بالبحر بسفينة؟ قال له نعم. قال له السفينة تعرضت إلى خطر الغرق؟ قال بلى. قال له هل انقدح في ذهنك أن أكو فرد قوة يمكن تخلصك؟ قال له إيه نعم. قال له تلك هي الله. نبه شوي. قال له أنت لما شعرت بالخطر قلبك أحس أن هناك قوة يمكن أن تخلصك من الغرق، تنجيك، تلك القوة هي الله. جاءت وإلا شنو لولا وجود الله عز وجل شنو معنى قلبك يتجه؟ هذا نفس الدليل يستدلون به فقهائنا وعلماء الكلام عندنا عليه من على المعاد. يقولون الآن الإنسان أكو عنده جبلة، أكو عنده فطرة يعيش بها، شنو هي؟ حب الحياة. ماكو واحد يكره الحياة، كل واحد يحب الحياة من أعماقه،
ويريد أن يعيش ما يريد أن يموت. هذا حب الحياة اللي عند الإنسان دليل على أن الموت لا يعدمنا، لأنه لو كان الموت يعدمنا الإنسان أشبه شيء مثلا بالحشرة، بس مات وخلص صار تراب وانتهى كل شيء. ليش الله أودعنا حب الحياة في أعماقنا؟ معناه هناك يعتبر لولا وجود عالم آخر يعتبر إيداع حب الحياة عبث، عبث، ها؟ فشيء لا معنى له. كذلك الله عز وجل عندما أودع عندنا الشعور هذا وأودع عندنا حب الحياة هذا إن دل فإنما يدل على أن الإنسان نعم لا يموت إذا مات، وإنما يفرق بين روحه وجسده، وإلا هو ما رح يموت، رح ينتقل من عالم إلى عالم آخر. ويقول أحد الشعراء: ألا أيها البحر الذي أنا واقف بشاطئه لابد من شاطئ ثاني. أنا الآن على جانب وهناك جانب آخر. نفس الدليل، يعني مو عبث الله أودع في داخلي هذه القوة، قوة حب الحياة. لو كان حب الحياة هذا الذي أودعه الله عندي ما إلى متعلق، نعم لكنت هذا أقول شيء عبث. هذا ممكن ليش الله خلق عندي حب الحياة؟ معناه إذن أنا ما راح أعدم، إنما راح أنقل من مكان إلى مكان.